ميني تشوكليت تشيز كيك. المقادير: أبوة كيك اليمامة ماربل بنوعين شوكولاتة، 200 جرام جبنة كريمة، 3 كوب كريمة خفق زائد ملعقة طعام إضافية، ملعقتين طعام قشطة، 3 كوب سكر، وللزينة توت بري مقطع أنصاف، شوكولاتة بالحليب مبشورة. اطحني كيك اليمامة في خلاط كهربائي. ثم أضيف القشطة واخلطي جيدا حتى تتشكل لديك عجينة. لتشكيل قوالب التشيز كيك، شكلي العجين إلى كرات صغيرة باستخدام ملعقة الآيس كريم. ثم اضغطي كل كرة في قاع وجوانب قوالب صينية كب كيك أو تشيز كيك. برد الصينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. في وعاء متوسط اخفقي كل من كريمة الجبن والسكر حتى يصبح الخليط ناعما. ثم اضيفي كريمة الخفق واخفقي لمدة دقيقة واحدة. أخرج الصينية من الثلاجة، ثم أخرجي قوالب التشيز كيك من القوالب باستخدام السكين، ثم صبي خليط التشيز كيك في قمع تزيين. ثم املئي قوالب التارت بخليط التشيز كيك. زيني التشيز كيك بالشوكولاتة المبشورة ثم أصافي التوت البري. برديها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.